بينما الصبط بأهله مجدا في المسجد، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشهد إن قدام مطاياهم منه ساعة إذ وقف المهر الذي تحت فعلى صهوة ثان فأبى أي فدعا في قومه يا قوم ما هذه قيل هذه كربلاء قالك قيل هذه كربلاء قال كرب بعد ويا قيل هذه كربلاء قالك خيموا إن بهذه الأرض ما القلعة يسك فأطلتهم جنود كالجراد المن مع شمر وابن سعد كل كذاب فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم واستدارت في رحى الهيجاء أنصارين